رجعت لكم فيديو جديد وأكواد جديدة لتغيير قائمة ابدأ اللي صارت مملة أكثر بعد التحديث الجديد لويندوز. حنغير تصميم شريط المهام والإشعارات راح تصير فخمة أكثر ومريحة للعين. تابع المقطع للأخير، لا تنسى اللايك والاشتراك. أول شيء حنغير شوية إعدادات بشريط المهام. راح نضغط كليك يمين ونضغط على إعدادات شريط المهام، بعدين نروح على مربع البحث نضغط عليها ونعمل لها إيقاف أو إخفاء، ونعمل طريقة عرض المهمة بنعمل لها إيقاف، هلأ بنروح بنحمل برنامج ويندهاك من الموقع الرسمي تبعهم، راح أترك رابط التحميل بالوصف. بعد ما بنحمل البرنامج بنختار اللغة إنجليزي، نضغط أوكي تحميل، نضغط على فينيش، بنفتح التطبيق، بنروح على إكسبلور، بنحمل أداة تغيير حجم الأيقونات اللي بشريط المهام، نضغط على تحميل، موافق. بعد ما بتتحمل بنروح على إعدادات وبنغير أول خيار من 52 بنخليه مثلا 58، وحجم الأيقونات بنغيره بنخليه 30، بنضغط على سيف وبنرجع. هلأ بنحمل أداة تغيير شريط المهام، بنفتح الأداة بنعمل لها تحميل، موافق. بعد ما بتتحمل بنروح على خيارات متقدمة، ننزل نمسح الكود اللي موجود كنترول A بنحدده كامل وبنحذفه، بنفتح المجلد اللي راح اترك رابطه بالوصف، بنفتح الملف اللي هو اسمه تاسك بار، بنحدد النص كامل كنترول A كنترول C بننسخه، بنرجع بنعمل له كنترول V لصق، بنضغط على سيف. مثل ما بنلاحظ كيف تغير شكل شريط المهام. هلأ بنحمل أداة تغيير قائمة ابدأ، نضغط تحميل، موافق. نفس الشيء إعدادات متقدمة، بنمسح الكود اللي موجود، نرجع على الملف، نفوت على ملف ستارت منيو، كنترول A بنحدد النص كامل، كنترول C بننسخه، بنرجع بنعمل له لصق. قبل ما نضغط سيف خلينا نشوف قائمة ابدأ قبل. هلا بنضغط سيف بنشوف كيف تغيرت قائمة ابدأ. هلا بنحمل أداة شريط الإشعارات، نضغط على Details تحميل، موافق. ونفس الخطوات الماضية بنروح على إعدادات متقدمة وبنمسح الكود اللي موجود، بنرجع الملف تبعنا، بنفتح مجلد الإشعارات Ctrl A بنحدد النص كامل، نرجع بنعمل له لصق. خلينا نشوف الإشعارات كيف قبل. هلأ بنضغط على سيف بنشوف كيف صارت. هلأ بنحمل أداة تاسك بار باك جراوند، نضغط على تحميل، موافق. نروح على إعدادات، ننزل بنختار تاني خيار اللي بالنص، بعدين بننزل بنغير أول رقم من 255 بنحطه مثلا 62، والتاني بنحطه 63، والخيار الأخير بنخليه على مثلا 60 أو 64.
نضغط على سيف. وهلأ نغير شكل مستكشف الملفات، نفتح الأداة ونعمل لها تحميل، موافق. بعدين نروح على إعدادات ونختار أول خيار، نضغط على سيف. بعدين بنرجع على إكسبلور، في أداة تانية رح نحملها مشان الشفافية، نضغط عليها، نعمل تحميل، موافق. نفوت على الإعدادات، على خيار إفكت بنختار أول خيار، بننزل لتحت شوي وبنشغل الخيار هذا. هلأ بنضغط على سيف وبنشوف كيف صار شكل مستكشف الملفات. وهيك مبروك عليك الشكل الجديد. إذا عجبك الفيديو والشرح دعمنا بلايك، لأنه اللايك تبعك هو اللي بيخلي الفيديو يوصل لناس أكتر، وأهم شي الاشتراك لحتى توصلك كل الفيديوهات الجديدة، واكتب لي بالتعليقات إذا زبط معك أو شو حابب نعدل بالفيديوهات الجاي.